بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. موت كأوقاف الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. إن تكلم قتلوه، وإن سكت استباحوه. إذن شاءت حكمة الله أن يجتمع الحق مع الباطل في أرض واحدة وفي منطقة واحدة وفي زمن واحد، وأن يجتمع المجرم مع المحسن والظالم مع المنصف. هذا الاجتماع ينتج عنه ما يلي: ينتج عنه أين بين الحق والباطل معركة أزلية أبدية، والله يبشرنا أنه مع الحق. لذلك المعركة بين حقين لا تكون، وبين حق وباطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي. إذن الحكمة من وجود المسلمين والمجرمين في مكان واحد أن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، وأن أهل الحق لا يستحقون جنة عرضها السماوات والأرض إلا بالتضحية والبذل. هذه حقيقة أولى. الحقيقة الثانية دقيقة جدا: كل شيء وقع أراده الله. إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا من إرادة الله أنه أمر به أو أنه رضيه، لكن سمح به لحكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. والله الذي لا إله إلا هو، أدعو الله جل جلاله أن يمد بأعماركم لتروا بعد حين النتائج الإيجابية لهذه المعركة، النتائج الإيجابية. سأبين لكم بعد قليل بعض هذه النتائج. لذلك لا يستقيم إيمان عبد إذا توهم أن الله لا يعلم، وأن الله لا يقدر، وأن الله لا يعني، بل يستقيم إيمانك أن تعلم أن هذه الفتنة وراءها حكمة بالغة بالغة. أرجو الله جل جلاله أن يكشف لنا بالقريب العاجل حكمته. الذي مات مات بأجله وختم عمله، ونسأل الله له الشهادة. والذي هدم يعاد بناؤه، ولكن إرادة العدو أن يحطمنا، أن يكسر إرادتنا، أن يذلنا لم تقع أبدا. شعرنا بقوتنا، شعرنا بوحدتنا، شعرنا أننا نخيف الآخر. عشنا عمرا مديدا نخاف منه، الآن نخاف منه ونخيفه. في بلادي صفارات إنذار وملاجئ، و1250 إصابة خارج غزة باعترافه هو. رعب انتشر، صار فيه توازن رعب، صار فيه طرح جاد في الكيان الصهيوني في موضوع بقاء إسرائيل. كان الموضوع من قبل أمنها فقط، لم يطرح إلا موضوع الأمن. الآن مطروح بجدية موضوع بقاء إسرائيل. هذا إنجاز كبير أيها الإخوة. يجب أن تؤمنوا إيمانا يقينيا أن الله لا يتخلى عنا. كل شدة للمؤمنين وراءها شدة إلى الله، وكل محنة تصيب المؤمنين وراءها منحة من الله. أيها الإخوة، إذن كل شيء وقع أراده الله، بمعنى سمح به، لم يأمر به ولم يرضه، لكن سمح به لحكمة بالغة بالغة. وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة الكرام، سلبيات الأحداث يعرفها جميع الناس من دون استثناء: القتل والدم والقهر والاعتقال وهدم البيوت وحرق الأغذية وضرب المستشفيات وسيارات الإسعاف. سلبيات الأحداث
يعرفها كل الناس من دون استثناء، لكن قلة قليلة ممن تعمقوا في الفكر، ممن تعمقوا في الفهم، ممن تجاوزوا الظاهر، يكشفون حقيقتها وإيجابيتها. أولا، نقلة كبرى في الكيان الصهيوني. هدفهم الأول كان أمنا فأصبح بقاء، هذا أكبر إنجاز. الهدف الثاني، كانوا يشنون حربا وينهونها في ساعات ويقابلون جيوشا سبعة وتنتهي في ست ساعات. الآن فئة قليلة مؤمنة، اليوم 21 لم يحققوا أي هدف. أصبح هذا الجيش العملاق الجيش الأول في المنطقة، هذا الجيش الذي يعد رابع جيش في العالم بأسلحته، بقنابله الفوسفورية، بقنابله العنقودية والإنشطارية، وبطائراته الحديثة جدا ومدرعاته الأحدث. هذا الجيش يتمرغ في الوحدة الآن. وما هذه الضربة الجنونية البارحة إلا تعبير عن أنه فقد صوابه. وكان الاتفاق أيام، أربعة أيام، وفي رأيهم أول يوم 300 هدف دمر، اليوم 21 ولم يحقق أي هدف. أيها الإخوة، الإنجاز الثالث الثاني، فقد أعداؤنا الحسم، حسم ما في عنده. الإنجاز الثالث، صار في توازن رعب، نخيفهم، يهابوننا، يخافون من صواريخنا، يخافون من تماسكنا. أما في هدف كبير، أحيانا تدفع أنت مليارات من أجل أن تشوه صورة عدوك، مليارات. صورتهم شوهت لألف عام قادم، لا عند المسلمين بل عند أهل الأرض أجمعين. سمعتهم، هم واحة حرة في الشرق الأوسط، هم يؤمنون بالديمقراطية والحرية، في عندهم انتخابات وأحزاب، ورئيسهم منح جائزة نوبل، وهذه الجائزة لأنها منحت لرئيس كيانهم فقد أصبحت تحت الأقدام. إذا كان رئيس كيانهم يحمل جائزة نوبل فهذه الجائزة لا وزن لها في الأرض. هذا اسمه سقوط حضاري، يعني العالم كله، شرقه وغربه، شماله وجنوبه، إن كان هناك اعتراضات على هذا الكيان، هذا الاعتراض ضرب بمليار بعد هذه الأحداث، لأنهم ما تمكنوا إلا من الأطفال ومن النساء ومن العزل ومن البيوت. جيشهم مجهز لجيش مثله، الجيش الـ F-16 الأباسي، هذه مجهزة لتقاوم جيوش. لا مدينة عزلاء محاصرة من سنتين جائعة لا ماء فيها ولا بترول ولا طعام ولا شراب، وفوق هذا الحصار قصف يومي. أيها الإخوة، لا أعتقد أن إنسانا على وجه الأرض فيه ذرة من ضمير إلا وارتعدت مفاصله من هذا الذي يرى، أي سقطوا حضاريا، سقط. ولعل هذه الأحداث وحدتنا، والله أذابتنا جميعا في بوتقة واحدة، أذابتنا جميعا في بوتقة واحدة. وحدتنا مهمة جدا، وهذا من فضل الله علينا. شيء آخر، لهم أجل لقول الله عز وجل ولكل أمة أجل، هذا الأجل بهذه الحرب اقترب كثيرا. أيها الإخوة، إنجاز آخر، أعداء المسلمين يتهمون المسلمين بأنهم في حقيقتهم ظاهرة صوتية، كلام يعني. أما بهذه المعركة أصبح لهم بعد عملي، المسلم يفعل لا يكتفي بالكلام. كنا ظاهرة صوتية ليس لنا وزن في العالم، أما هذه الفئة القليلة اجتمع أهل الغرب والشرق وغير المسلمين وبعض المسلمين على تدميرهم. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء المجاهدون أقنعوا المراقبين للأحداث عظمة هذا الدين. كيف أن هذا الإيمان
يغير المعادلات كلها. هذا الإيمان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لكن في غياب الإيمان الحقيقي هناك معادلات، جيش مع طائرات، جيش مع مفاعل نووي، قنابل ذرية، كل هذه القوة القوية. ولا تنسوا قوله تعالى: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم يقول الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أيها الإخوة الكرام، انتصار هذه الفئة المؤمنة انتصارا مبدئيا إن شاء الله، وسيتم هذا الانتصار في القريب العاجل، انتصار هذه الفئة القليلة على أعتى قوة في المنطقة أعطانا جميعا جرعة إيمانية منعشة. عاش المسلمون ثقافة الهزيمة، ثقافة اليأس، ثقافة الطريق المسدود، ثقافة الإحباط، لكن انتصار هؤلاء الإخوة أعطى المسلمين في العالم كله جرعة منعشة. انتعشنا. نقرأ القرآن: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صح، في عندنا شاهد. إن تنصروا الله ينصركم، في شاهد. آيات القرآن الكريم في ظل اليأس والإحباط وثقافة الهزيمة لا معنى لها، أما الآن أصبح لها معنى واضح. يا الله يا الله يا الله، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، ومن بغى علينا فخذه، فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء فلسطين، اهزم أعداء غزة، أعداء شعبها. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، مكن لنا منهم ولديننا في الأرض، ولا تمكن منا أعداءنا، ولا تدع لهم سبيلا علينا. اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا، إننا مغلوبون فانتصر لنا، مظلومون فانتقم منهم، متضرعون فاستجب لنا، مستغيثون بك فأغثنا. يا غياث المستغيثين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء وخنوع الضعفاء وشح الأغنياء وعجز الأمناء وخيانة الأقوياء وكيد الأعداء وخذلان الأصدقاء. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضا هتكت، وحرمات انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، ومدارس عطلت، ومزارع أحرقت، وأطفالا أبرياء يتمت، ونساء تأيمت، وأمهات سكلت. ليس لنا رب غيرك ولا ملاذ سواك. اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين، واسأر لجنودك الموحدين، وانتقم من الطغاة والمستكبرين. اللهم أحل بهم سخطك، وأنزل عليهم غضبك ونقمتك، واحرمهم من حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم بطشك وقوتك يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي. كن جبارا عليهم، انتقم لنا من أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ أهلنا في قطاع غزة الحبيب من بين أيديهم، وسلمهم من خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم
اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ليس لهم رب سواك ولا ناصر لهم سواك، إن خذلهم أهل الأرض فأنت ربنا وربهم، لا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخزهم يا غياث المستغيثين. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية، وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية، أهلك هذه الطغمة المتجبرة الباغية، ولا تبقي لهم في أرضنا من باقية. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب وكن لهم بالمرصاد، دمرهم كما دمرت إرم ذات العماد. اللهم أيدنا بجند من جندك، وأمدنا بروح من عندك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واخلعنا في سلطانك الذي لا يضام. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا مفر لنا إلا منك وإليك، ولا رجاء إلا فيك، ولا رضا إلا عنك، ولا اعتصام إلا بك، ولا إخلاص إلا لوجهك الكريم. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يغذل، ومن استعان بك فلن يظلم، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا، وهاديا ومثبتا، ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم، وتول أهلهم من بعدهم، وكن لهم عونا ومعينا، وحافظا وناصرا ومثبتا، وأمينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أجب دعاء الصادقين من المستغيثين والمتضرعين. اللهم أنت عون لهم، نسألك أن تستجيب لنا وأن لا ترد دعاءنا. اللهم أنزل من السماء ملائكة يقاتلون مع إخواننا في غزة ويحمونهم، وأنزل من جنودك التي لا يراها أعداؤك ولا يراها أعداء الدين. اللهم أنزل جنودا يقاتلون مع إخواننا في غزة يا رب العالمين. هذه المقاومة التي قال عنها بعض كبار المسؤولين في البنتاغون، قال: ماذا نفعل بحاملات الطائرات؟ وماذا نفعل بالصواريخ العابرة للقارات؟ وليس على وجه الأرض دولة تجرؤ أن تحارب، ولكن ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي أراد أن يموت ويهز كياننا؟ فلذلك هذه المقاومة أطلقت الأقوياء، أطلقت المتجبرين، أطلقت المتغطرسين، أطلقت المستكبرين. بشكل موضوعي، من أجل الثقة بالنفس والثقة بخالق السماوات والأرض، هناك تطور واضح وصارخ ونوعي في علاقتنا مع الأعداء. أول تطور كان همهم بخمسين سنة سابقة، كان همهم الأمن، فأصبح الآن همهم البقاء. هذا شيء واضح جدا، يعني طرح في التيار الصهيوني موضوع بقاء إسرائيل. لولا المقاومة لبقي همهم الأمن فقط، الآن مطروح بشكل جاد أن بقاءهم أصبح في خطر. فأول تطور نوعي بفضل الله عز وجل، كانوا يتحدثون عن الأمن، فإذا هم يتحدثون عن البقاء. بالمناسبة، أحد كبار العمالقة في التجارة في العالم يعطيهم كل عام مليارين من الدولارات كل عام، هذا العام جعلها أربعة من أجل بقاء إسرائيل. تطور ثاني، فقدوا الحسم. ما الحسم؟ كانوا يشنون حربا وهم ينهونها في أربع ساعات، في ستة أيام. الآن يبدأون بالحرب لكن متى تنتهي لا يعلم. هذا تطور ثاني من أجل أن نثق بأن الله لا يتخلى عن المؤمنين. كان في حسم
الآن العدو الصهيوني فقد الحسم، ما عاد يقدر يبدأ وينهي، يبدأ بس ما ينتهي، ولا تزال قوة الجيش الإسرائيلي قوية جدا، لكن فقد الحسم. هذا يظهر في تصريحاتهم. قد نوسع الحرب بحسب الظروف، نلقى مقاومة شديدة جدا. هذا الإنجاز الثاني. الإنجاز الثالث، كانوا إذا سنوا علينا حربا كأنهم في نزهة، هم آمنون مطمئنون، شعبهم مطمئن، الآن يخافون كما نخاف، ويطلقون صفارات الإنذار كما نطلقها، ويهرعون إلى الملاجئ كما نهرع. فممكن أن نلخص الإنجاز الكبير الذي تم بفضل الله من خلاله أن هدفهم الكبير كان أمنا فأصبح بقاء، وأن الرعب أصبح متوازنا، وأن الحسن فقدوه. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تزداد هذه الانتصارات، مع أن الوضع مؤلم جدا، لكن ما تنسوا أنه 20 ساعة ما تمكنوا يتقدموا ودفعوا خسائر كبيرة جدا. ما تنسوا أنه أصيب الطائرة وعدة مدرعات، معنى ذلك أن الإخوة الكرام الذين يحاربون هذا الكيان معهم أسلحة مضادة للدرع، هذا شيء نوعي جديد لم يكن من قبل. بدأوا بالحجارة، الآن في أسلحة مضادة للدرع، في ألغام فعالة جدا، وفي صواريخ باعترافهم هم قد تصل إلى 60 كيلومتر، وقد تصل إلى المفاعل النووي. والبارحة قصفوا قيادة عسكرية بالصواريخ. يعني لما الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أحد زعمائهم زعماء حماس قال يا رب لقد أعددنا لهم ما نستطيع. إذن على الله الباقي، والله ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة، من رحمته بنا كلفنا أن نعد القوة المتاحة فقط. هذا الذي حصل. أولا هم كما وصفهم الله عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أما المؤمنون يحبون الموت كما يحبونهم الحياة. أي شيء كبير جدا، يعني بتلاقي ما سمعنا كلمة فيها تبرم، هم تحت النار وتحت الحصار وتحت الجوع وتحت الظلام وتحت المرض وتحت الدماء، وما سمعت كلمة فيها تبرم ولا سمعت كلمة فيها لوم لهؤلاء الذين يقودون هذه الحرب، أليس كذلك؟ أنا بتمنى الإنسان ما يكون سوداوي المزاج، يكون متفائل. في إنجازات كبيرة جدا تخصها لكم بثلاث إنجازات. الآن خلقهم من أن يبقوا في هذا البلد، يعني الفرنجة بقوا في هذه البلاد 90 عام ورحلوا وانتهى الأمر، فالمصير إن شاء الله ليس له. في رعب، يعني 700,000 إنسان يقطنون في بئر السبع مهددة بالصواريخ، في قلق. هذا القلق الذي أصابنا 50 عام سابق بدأوا يحسونه، والهجرة المعاكسة بأرقام متزايدة بالملايين يعودون إلى بلادهم. لذلك ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي جاء ليموت؟ أنا أذكر قصة قديمة جدا لعهد موشي ديان. جاء إنسان فدائي واستطاع أن ينهي حياة 16 إنسان يهودي، وكان باليوم نفسه في عقد جلسة الكنيسة، فلما دخل وزير الدفاع النواب تطاولوا عليه، أين أنت وأين جيشك وأين؟ فقال بهدوء، قال ماذا أفعل مع إنسان جاء ليموت؟ أنا أقصى ما أملكه أن أهدد واحدا بالموت، فإذا جاء هو ليموت ماذا أفعل به؟ لذلك قالوا بدأت الحرب بالإنسان، ثم أصبحت بين ساعدين، ثم أصبحت بين عقلين. يعني أجبر إنسان يضع إشارة الزائد فوق الهدف يكبس الزر بالدمار. الآن حرب بين عقلين، كانت بين ساعدين، بدأت بالإنسان فأصبحت بين ساعدين، ثم أصبحت بين عقلين، ثم انتهت بالإنسان. يعني بحرب جنوب لبنان التقرير الذي أعدوه هم
3000 إنسان تدلى أكبر جيش في المنطقة ورابع جيش في العالم. الإنسان إذا أراد أن يدافع عن نفسه، أراد أن يذل الظالم، الله بمكنه، وإن شاء الله ندعو لهم من أعماقنا أن ينتصر. أخواننا الكرام، يقول الله عز وجل عنهم: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شد. أيها الإخوة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. العدوان جزء من كيانهم، لكن إذا قال الله عز وجل: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. هذا النصر أولا من أين؟ الجواب: النصر من عند الله وحده. الدليل: وما النصر إلا من عند الله، هذا كلام خالق السماوات والأرض، وما النصر إلا من عند الله. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. الآن ما ثمن هذا النصر؟ كلام جامع مانع قاطع: إن تنصروا الله ينصركم. الله لا يحتاج إلى أن ننصره. قال علماء التفسير: إن تنصروا دينه ينصركم. أنت حينما تمتنع عن أكل الربا تنصر دين الله، أنت حينما تؤدي الصلوات الخمس في بيتك أمام أولادك تنصر دين الله، أنت حينما تكف عن الغيبة تنصر دين الله. إن تنصر الله ينصركم، أي واحد. في ثمن آخر، هذا فيما بينك وبينه، لكن فيما بينك وبين العباد الآن دقيق: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. مجتمع فيه ضعاف، هذا الضعيف إن كان جائعا أطعمته، إن كان عاريا كسوته، إن كان مظلوما نصرته، إن كان مشردا آويته، إن كان جاهلا علمته. هذا الضعيف إذا نصرته هو ضعيف ولا يستطيع أن يسائلك ولا أن يحاسبك، ضعيف، بإمكانك أن تهمله يموت من الجوع، بإمكانك أن تسحقه. هذا الضعيف الذي أنت أقوى منه حينما تنصره وتكرمه وتطعمه وتعالجه وتؤويه وتعلمه وتأخذ حقه من الظالم، الآن الله عز وجل يكافئك مكافأة من جنس عملك، ينصرك على من هو أقوى منك. إن أردنا أن ننتصر على من هو أقوى منا، ينبغي أن ننصر من هو أضعف منا. أقسم لكم بالله، مجتمع في ظلم لا يشم رائحة النصر، أنا ما لي متشائم، مجتمع في ظلم. لذلك حينما قال بعض العلماء: إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة، من أجل أن تعرف لماذا هم أقوياء في مجتمعاتهم، لأن الضعيف عندهم ينصرونه والفقير يطعمونه. لذلك أول نقطة ثمن هذا النصر: إن تنصروا الله ينصر. من إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أنت بعملك إذا في واحد ضعيف يمكن أن تعطيه 6000، والعمل خارج دمشق وأجرة المواصلات 1200، معنى بإيده 84. هذا المبلغ ثمن ماذا؟ هو راضي مضطر يموت من الجوع. أما أنت حينما تعطيه حقه، تعطيه عطاء يكفي كرامته الإنسانية، الله عز وجل ينصرك على من هو أقوى منك. والله زرت معمل بحلب، أبلغني صاحب المعمل أنه الحد الأدنى عنده 20000 حتى 70. قال لي: والله البيع لستة أشهر قادمة والدفع نقدا. إنه هؤلاء عمال الفقراء أعطاهم الحد الأدنى 20000 والمبلغ للسبعين درهم، فصار في إكرام إلهي. قاعدة عامة: إن أردت أن تنتصر على من هو أقوى منك فانصر من هو أضعف منك. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. شيء ثاني:
هذا المصدر له شروط. نعم. الشرط الأول هو الإيمان، الإيمان الذي يحمل على طاعة الله، إيمان يترجم إلى سلوك، إلى موقف، إلى امتناع، إلى عطاء، إلى صلة، إلى قطيعة، إلى رضا، إلى غضب. إن أعطيت لله ومنعت لله، إن رضيت لله وغضبت لله، إن وصلت لله وقطعت لله. الآن انقلب إيمانك إلى سلوك، إلى موقف، إلى حركة. فلذلك وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا. كلمة حقا علينا القلب يرتجف لهذه الكلمة، يعني الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه، قال لك طالبني بهذا الحق. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله. لذلك أول شرط من شروط النصر الإيمان. أي إيمان؟ الإيمان الذي يترجم إلى عمل، إلى موقف، إلى امتناع، إلى عطاء، إلى رضا، إلى غضب، إلى قطيعة، إلى صلة. هذا الشرط الأول. لكن مع الأسف الشديد هذا الشرط لازم لكن هو غير كافي، ما بكفي. يعني التقليد، عندك أسطوانة غاز، هل بإمكانك أن تستخدمها للطبخ؟ أنت بحاجة إلى رأس غاز، لا بد من موقد وأسطوانة. بنقول كلاهما شرط لازم غير كافي. ما قيمة هذا الموقد من دون أسطوانة؟ ما قيمة هذه الأسطوانة من دون موقد؟ فالإيمان شرط لازم غير كافي. الشرط الثاني، وأعدوا لهم. نحن أعدوا لنا ولم نعد لهم، أعدوا لنا أسلحة تارة عنقودية وانشطارية وحارقة وخارقة، وقنابل جرثومية وقنابل عنقودية، قنابل وقنابل، شيء أطلقوا انشطاري البارحة بجنوب لبنان، أطلقوا ملايين القنابل العنقودية تنفجر كل يوم. فيا أيها الإخوة أعدوا لنا، هم يعملون في الظلام ونحن نائمون في ضوء الشمس، هم يملكون أسوأ بضاعة لكن سوقوها أفضل تسويق، نحن نملك أفضل بضاعة وكنا أسوأ مسوقين لها. فلذلك الشرط الأول الإيمان ما يكفي، لازم غير كافي. الشرط الثاني أن نعد لهم، قال تعالى وأعد لهم، يعني ما نعانيه في هذه الأيام أخطاء عمرها 200 عام بالضبط، ما نعانيه الآن بسبب أخطاء متراكمة عمرها 200 عام، أعدوا لنا ولم نعد لهم. أعدوا طائرة في عام 1960 52 تنطلق من أمريكا وتقصف أي دولة بآسيا وتعود من دون حاجة إلى التزود بالوقود، B-52 أعدوا لنا ولم نعد لهم. أعدوا الأقمار الصناعية، أعدوا القنابل التي تحار فيها العقول. فيا أيها الإخوة، قال تعالى وأعدوا لهم، هذا أمر إلهي، وكل أمر إلهي يقتضي الوجوب، تصلنا في هذا الأمر. الآن أنا والله البارحة فوجئت أنه في أسلحة مضادة للدرع معهم، فوجئت بألغام فعالة، فوجئت أنهم أصابوا طائرة، هذا شيء يملأ القلب ثقة بالله عز وجل. من أعدوا، وقال أحد كبار زعمائهم قال يا رب نحن أعددنا ما نستطيع، من لا شيء أسلحة من صنعهم، من الحجارة، والآن صواريخ تصل إلى المفاعل النووي وإلى تل أبيب، هذا شيء إن شاء الله الله عز وجل بسمعنا الأخبار الطيبة. وقالوا به اليومين انتظروا أخبار طيبة. أيها الإخوة، الآن في عندنا سؤال ثاني، أنواع النصر. أولا الحرب بين حقين لا تكون، الحق لا يتعدى مستحيل، والحرب بين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق، والحرب بين باطلين لا تنتهي. تقول هناك نصر استحقاقي، إذا أمنت الإيمان الذي يرضي الله
وأعددت لعدوك ما تستطيع، قدمت لله شرطي النصر. إذا انتصرت فهذا نصر استحقاقي، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أما إن لم تكن مستحقا للنصر، ممكن الله عز وجل أن ينصرنا نصرا تفضليا. البارحة دعوت وقلت يا رب إن لم نستحق النصر فانصرنا تفضلا منك، لا تسلك إلى الأعداء يا رب، يعني هي حرب قاسية. فأن غزة تدافع عن العالم الإسلامي بأكمله والعالم العربي بأكمله، وحينما ينتصر اليهود لا سمح الله سيستعيدون كبرياءهم السابق الذي أذل في حرب جنوب لبنان. المشكلة كبيرة، هي حرب دقيقة جدا لنا ولهم. إذا لم ينتصروا انتهوا فقوة رابعة في المنطقة، وإذا انتصرنا بدايات نصر آخر. نعم. فأولا هناك نصر استحقاقي، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. في نصر ثاني تفضلي، قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون بنصر الله. في عدنا نصر آخر، المتحاربان كافران ملحدان فاجران. إذا أعجبك المحتوى لا تنسى الضغط على زر الاشتراك ليصلك كل جديد، ووضع إعجاب لدعمنا في تقديم المزيد من الفيديوهات المفيدة.